السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيدكم مبارك سعيد. موضوعنا اليوم حول فضل صيام الستة أيام من شوال، فقد أكرمنا الله عز وجل ووفقنا لصيام شهر رمضان وقيام لياليه وختم القرآن، ولله الفضل والمنة، فإن مواسم الخير والطاعات تتوالى علينا. ربنا عز وجل من فضله وكرمه أنه جعل أبواب الخير تبقى مفتوحة لعباده في كل زمان وكل مكان، ومن أعظم القربات التي يحبها المولى والتي يعطي فيها الأجر الوفير والخير الكثير، ولن يعرف المؤمن هذا الخير إلا يوم القيامة لما يدخل من باب الريان ويجد جبال كجبال مكة وتهامة من الحسنات، ويسأل عمن هذه الأجر والثواب، فيقول إنها من أجر الصيام. فالصوم أيها الأحباب الكرام هو من أعظم القربات والطاعات إلى الرحمن، ربنا يعطي فيها الأجر والثواب الكثير في الدنيا وفي الآخرة. والصوم كما هو معلوم عند الجميع أنه يطهر القلوب ويهذب النفوس، فهو جنة من أدواء الروح والقلب والمدن، ومنافعه كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأجره كثير وكثير جدا. لهذا ربنا عز وجل مباشرة بعد صيام رمضان سن لنا صيام الست من شوال، فبعد رمضان تبدأ مواسم الخير العظيمة، والمؤمن الذكي، المؤمن الحصيف، المؤمن التقي النقي هو الذي يغتنم هذه الفرص، لأن الحياة فرص، طبعا الماديات فرص في التجارة وسوق المال والأعمال، هناك فرص، لكنها فرص مقامها الدنيا سرعان ما تنقضي، لكن فرص الدين هي باقية ببقاء الله عز وجل وبقاء جنة الخلد. المؤمن التقي النقي الذكي يغتنم هذه الفرص، وتجده دوما يتقلب طيلة حياته من طاعة إلى طاعة، من عبادة إلى عبادة أخرى، لا يكاد يمل ولا ينتهي، لأنه يعتقد اعتقادا جازما أنه لم يخلق في هذه الدنيا سوى لهدف واحد ومقصد عظيم، وهو مقصد العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن خلقنا للعبادة، خلقنا للطاعة، وقال ابن عباس إلا ليعرفون، نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى من خلال نعيمه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. المؤمن يتقلب من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، وربنا سبحانه وتعالى يعد العدة، النعيم الخالد والحياة الطيبة لعباده، ويبقى المؤمن هكذا حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى راجيا بذلك عفوه ومغفرته. وقد وعدنا المولى، وعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أعدت للعابدين، أعدت للمستغفرين، أعدت للسابقين في الخيرات. نحن أيها الأحباب الكرام أمة لا إله إلا الله، رغم كل الظروف ورغم كل الصعاب، نحن أمة محظوظة، ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة الإيمان، وأكرمنا بنعمة القرآن، وأكرمنا بنعمة الصيام في رمضان، وزادنا صيام الست من شوال.
هاد الست من شوال هي في الحقيقة هدية، هدية أهداها المولى عز وجل لمن أحب من عباده، فمن أحبه الله تعالى سوف يقبل الهدية وسوف يصوم الست من شوال وسوف ينال أجره وتوابه الكبير، ومن رفضها يكون قد ضيع نفسه وسوف يندم يوم لا ينفع الندم، لأن هذا الأجر كبير جدا. جاء في الحديث الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا هو الحديث الرسمي والرئيسي في فضل ست أيام شوال. ما معناه؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام ست أيام بعد الفطر كان تمام السنة. وفسره أيضا في حديث آخر مروي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة. هكذا جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه. والنبي الكريم أعطاهما الدليل بقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فما معنى كل هذه النصوص من القرآن الكريم والسنة؟ إنها تفيد أن من صام رمضان ثم بعد أن انقضى رمضان يصوم ستة أيام من شوال له أجر وتواب صيام العام بكامله، تكتب عند الله تعالى أنك العام كله صائم. وإذا واظبت على هذه السنة فإنك تبعث يوم القيامة كأن عمرك كله صيام، أنك كل دوما كنت صائما منذ أن خلقك المولى. فالمعنى أن صيام رمضان الحسن بعشر أمثالها، فرمضان 30 يوما تقريبا، معناه يعادل 30 حسنة، يعني 300 يوم. وحينما نصوم ست أيام من شوال، ستة في عشرة الحسنة بعشر أمثالها، يعني 60 يوما، والمجموع 30 مع 60 يعطينا 360 يوم، وهذا يقابل عدد أيام السنة، لأن السنة عددها تقريبا 365 يوم. فمن صام رمضان ثم صام بعده ستة أيام من شوال ربنا يعطيه المغفرة والتواب ويجعل كأنه صائم طول العام. هذا الشهر الفضيل شوال فيه بركات وفيه خيرات. وتذكروا أيها الأحباب الكرام أننا قبل رمضان كنا نتحدث عن شعبان، كنا نقول بأن قبل رمضان هناك شهر اسمه شعبان يتشعب فيه الخير، وكان فيه النبي الكريم يصوم ويكثر من صيامه، حتى قيل أنه كان لا يفطر وأمرنا بأن نصوم شعبان إلى نصفه. لاحظوا صيام شوال مع صيام شعبان ماذا يعني؟ إنه كصلاة السنن والرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها. لاحظوا صلاة الظهر مثلا، قبل الظهر الفريضة نصلي أربع ركعات، وبعد الظهر الفريضة نصلي أربع ركعات، هي عبارة عن سنن الملتصقة بالرواتب. لماذا ربنا شرع لنا السنن ما دام قد فرض الفرائض؟ لماذا شرع السنن إذن؟ لأن الإنسان وهو يؤدي الفريضة قد يحصل له خلل أو نقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل، ويوم القيامة الناس يعرفون حقيقة هذا الأمر. هناك من يأتي بصلاته وبصيامه وبحجه وغير زكاته ولكنها ناقصة، فيها خلل فيها نقص، لكنه حينما يؤدي النوافل قبلها وبعدها فإن هذه النوافل تجبر ما في عبادته من نقص وخلل، فالإنسان يحتاج إلى ما يجبره من الأعمال.
وقد جاء في الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، فإن لم يكن أكملها قال سبحانه وتعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة سوف نعرض جميعا بين يديه. الدنيا قصيرة جدا، قصيرة أيها الأحباب. نحن الآن في 2021 ميلادية، يعني بزمن الله نحن يلا عندنا يومين، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني البشرية منذ بعثة المسيح عليه السلام إلى يومنا هذا يلا مجرد يومان فقط، العمر قصير، وغدا سوف نكون بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. فالله تعالى سوف يجمع العباد كلهم على صعيد واحد، ويبدأ بالمؤمنين ما عندهم من فرائض، فيقدمون صلواتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم، لكن يرى بأن هذه الفرائض فيها نقصان. الإنسان يصلي ولكنه قد لا يخشع في صلاته، قد لا يصليها في وقتها، قد يغفل عنها، قد يجمع الصلاة مع الصلاة، قد يكون في رياء، كذلك في الزكاة قد يعطي زكاته ناقصة، قد لا يحسن توزيعها، كذلك في الصيام أنه يصوم وفي صيامه هناك غيبة أو نميمة أو هناك خصام أو هناك رياء أو هناك مفترات، بل وفي حجه قد يحج الحج وقد يقع في حجه نميمة أو غيبة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج إلى غير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يبدأ بالمؤمنين يوم القيامة ويحاسبهم، فإن وجد فرائضهم كاملة ربنا يتقبل منهم، لكن إذا وجد ناقصة يقول: يا ملائكتي انظروا هل تجدون لعبادي من تطوعات. التطوعات الكثيرة، الصلاة فيها تطوعات، فيها النوافل، والزكاة نخرج الزكاة ونتبعها بالصدقات الصغرى، صدقة هنا وصدقة هناك، في الحج نحج ثم نتبع بعمرة هنا وعمرة هناك، والصيام نصوم ونتبعه بأيام فضيلة هنا وهناك، ومنها الست أيام من شوال، هي نوافل مهمة تجبر ما في صيامنا من خلل أو نقصان. بل إن العلماء والصلحاء اعتبروا بأن الذي وفق لصيام ست أيام من شوال هذا علامة على قبول صوم رمضان، من علامات أن الله تعالى قبل منك صوم رمضان وأن صومك كان صحيح وكان مبارك، أن الله تعالى يوفقك لصيام ست شوال، هذه علامة. فإن هناك قاعدة عند أهل العلم أن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما جاء في بعض الأثر: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا تقبل الله منك عملا صالحا يوفقك لعمل آخر صالح، وإذا لم يتقبل الله منك منعك وأوقفك. فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها. هناك من يقوم بحسنات في رمضان، ولكن ما إن يدبر رمضان حتى يبدأ يخطط للسيئات ويخطط للمنكرات، هذا دليل على أن الله تعالى لم يتقبل منه. لو تقبل الله منه العمل الصالح لوفقه للعمل الصالح بعده لا للعمل السيء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا ويسرنا. ثم أيها الأحباب الكرام، الموفقين الذين يوفقهم المولى للصيام ست أيام من شوال، هذا معناه أن الله تعالى يحبهم ويقربهم إليه، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ورضي عنه فإنه يزيده قربا من ربه، هذه القاعدة.
الله تعالى إذا أحبك زادك قربا إليه. والأمور التي تقربنا إلى الله أن ربنا يوفقك للفرائض ثم بعدها للنوافل. فقد جاء في الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله قال: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله تعالى يحب هذا العبد الذي يتقرب إليه بالنوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من علي مما افترضت عليه، الفرائض أولا، ثم بعد الفرائض العبد المؤمن يزيد في النوافل. هذه النوافل تبدو متعبة، تبدو فيها مشقة، لكن هل تعلمون بأن النوافل هي علامة المحبة؟ أنك كلما تعبت في النوافل أحبك المولى. وإذا أحبك الله ما الذي يقع لك؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كيعطيك الله واحد البركة عظيمة في السمع، سمعك غيتبرمج، لن يسمع إلا الكلام الطيب، لن يسمع إلا الخير، لن يسمع إلا الذكر الحكيم، لن يسمع إلا الأخبار السارة، لن يسمع إلا المبشرات. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. هذا البصر فإن الله تعالى يحيله على الخيرات، على الملكوت، ترى أشياء الناس محجوبين عنها. هناك ناس لا يرون جمالية الكون ولا أسرار الخلق ولا إعجاز رب العالمين، ولكن المؤمن المتقرب إلى الله بالنوافل يبارك الله في بصره وبصيرته، فيرى أشياء غريبة، يرى الجمال في كل مكان، يرى جمال الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشجار والبحار، ويرى الجمال في أولاده وأهل بيته، ويرى الجمال في مجتمعه ومحيطه. ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني مبارك هذا الرجل أو هذه المرأة الذي يتقرب إلى الله بالنوافل، صارت يده مباركة، أينما وضعها كيربح، واللي تصاحب معاك يربح، واللي سلم عليك يربح. ورجله التي يمشي بها، أينما حل وارتحل الربح حوله والربح معه. فهذا القرب الذي يتحقق عن طريق الاجتهاد في النوافل يزيد في الصلة بين العبد وربه، وهذا يحقق الصلة في كل زمان وكل مكان بلا انقطاع ولا غفلة. هل تعلمون أيها الأحباب الكرام أننا جميعا نحن معشر الصائمين الذين وفقنا المولى للصيام رمضان، ربنا وعدنا بأنه يوفينا أجورنا يوم عيد الفطر، وقد وفانا، هذا هو يوم الجوائز. فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، وقد أخذنا الجائزة الكبرى. فالنعمة التي أنعم الله علينا ما هي؟ هي مغفرة الذنوب، يعني كل ما وقعت فيه من خطايا، كل ما وقعت فيه من ذنوب. هناك من يقع في الغيبة، هناك من يقع في النميمة، هناك من يقع في السرقة، هناك من يأكل أموال الناس بالباطل، هناك من يقع في الشعوذة، هناك من يقع في أشياء كثيرة. لا ضير، ربنا يغفر كل شيء. مجرد أن تصوم رمضان وتتبعه بست أيام من شوال، ربنا يغفر كل شيء، غفر لكم ما تقدم من ذنبه. لهذا سيدنا النبي محمد بن عبد الله خير خلق الله كان من سنته أنه يقوم الليل حتى تتورم قدمه. سيدنا النبي قدماه معروفتان بأنهما دائما متورمتين. أمنا عائشة تقول له: يا رسول الله، حسبك أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرت؟ فكان يبتسم ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر لله تعالى يقتضي من العبد المؤمن أنه يشكر على الشكر. وربنا عز وجل أمرنا بشكر نعمة الصيام رمضان بإظهار ذكره. لاحظوا أيها الأحباب الكرام أننا في عيد الفطر السعيد أمرنا ربنا بإظهار الشكر، فقال: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. فكان الناس يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر،
لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير ما معناه؟ معنى إظهار نعمة الشكر لما وفقنا الله من صيام رمضان وقيام لياليه، ولعلكم تشكرون. ومن جملة الشكر أننا نوفق أيها الأحباب للصيام 6 أيام من شوال، وربنا يعيننا عليها. الله يعينك، ابدأ أيها المؤمن، ابدأي أيها المؤمنة، الله يعينك رغم العطش ورغم الحرارة ورغم أن عندك عمل شاق ومتعب، فإن الله تعالى يغفر ذنوبك ويقضي حوائجك ويوفقك لما تحب وترضاه. هذه 6 أيام من شوال العلماء قالوا فيها أحكام شرعية. أولها قالوا أنه يستحب البدء بها ولو بعد العيد مباشرة. هناك من قال لابد أن نفرح العيد 3 أيام، لأن العيد أيام أكل وشرب وبعال، يعني أن نفرح في العيد 3 أيام ويجتمع الأهل والأحباب والزيارات العائلية مقصودة. لكن من أراد أن يصوم في اليوم الثاني من العيد، يعني بدأ بعد العيد مباشرة، فله ذلك. بل من العلماء من حبب أن تكون في اليوم الثاني من العيد. لماذا؟ لأن هذا من قاعدة المسارعة في الخيرات، هذا قاعدة عندنا في الأعمال الصالحة، المسارعة في الخيرات، لقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هذه المسارعة. وسارعوا في آية أخرى يقول ربنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيستحب أننا نسرع. هناك من يريد أن يؤخر مخافة التسويف، أنك يصيبك العجز، أنك تعجز، لأن إبليس قد يعطيك الوهم. فالأفضل أن تسرع مباشرة بعد رمضان، ثم لك أن تصومها متتابعة ولك أن تفرقها. فالعلماء قالوا يجوز تفريقها في شهر شوال كاملا ولا يلزم التتابع فيها، لو كانت متتابعة كان أفضل. لكن من أراد أن يفرقها لأنه عنده تعب وعنده مشقة فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. لم يقل لنا متتابعات ولم يقل لنا متفرقات، وهذا يعني أن المؤمن بالخيار طول شهر شوال كاملا. كذلك قد يصوم الإنسان 4 أيام من شوال، 3 أو 4 أو 5، ولا يستطيع أن يتمم. قد يكون عنده تعب أو مشقة ولا يستطيع الإتمام. فالعلماء قالوا بأنه من استطاع الإتمام فقد أحسن، ومن لم يستطع الإتمام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولكن الإنسان لو علم بأنه إذا أتم 6 أيام من شوال كان له كصيام الظهر يبعث يوم القيامة أنه طول عمره صائما، فإن الله تعالى سيوفقه ويبارك فيه. ثم هناك سؤال يتردد كثيرا خصوصا على عند من أفطر في رمضان. هناك النساء الحيض وكذلك المرأة الحامل أو المرأة المرضع أو المرأة النفساء وكذلك العجزة كبار السن وكذلك المرضى وأيضا أصحاب الأعذار المسافرون مسافات طويلة، مسافة القصر في الصلاة، هؤلاء أفطروا في رمضان والآن جاء أيام شوال عليهم قضاء، هؤلاء عليهم قضاء لابد أن يقضوا هذه الأيام بعد انقضاء رمضان عليهم القضاء. لكن هل يسبقون قضاء رمضان أم يبدأون ب6 من شوال؟ الفقهاء قالوا الأولى لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به لأنه أبرأ لذمته،
لأن الفرض هو مقدم على النافلة. لكن ما حكم من قدم الست من شوال على صيام الفرض؟ هناك بعض الناس عندهم تعبون ومشقة وقال لك ممكن نرد الأيام فيما بعد، ولكن أريد أن أصوم ست أيام من شوال وأترك الأيام الأخرى ديال رمضان فيما بعد. فالعلماء اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا بأن فضيلة الصيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، فهو لم يتم رمضان أصلا لأن عنده ديون. واستدلوا بذلك في الحديث النبوي الشريف: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فقال من صام رمضان، هؤلاء لم يصوموا كل رمضان، وإنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة، وهؤلاء لم ما زال في ذمتهم أيام معدودات عليهم أن يصوموها أولا. في حين رأي فقهي آخر أكثر مرونة وأكثر سعة وأكثر تسامحا قالوا بأن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها ولو قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، لأن من أفطر أيام من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان لأنه لعذر ليس عمدا، فهو حكما كأنه صام رمضان. فإذا صام ست أيام من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر، وبذلك يكون إن شاء الله تعالى مقبولا. فالذي يظهر هو أقرب الصواب أن الإنسان يعني الذي أراد أن يدرك هذا الأجر والتواب فعليه أن يسرع أولا بقضاء ما عليه من أيام رمضان، إلا إذا وجد صعوبة كبيرة فربنا سبحانه وتعالى قد وسع في القضاء ديال رمضان وقال فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فهذه قرينة، معنى يريد الله بكم اليسر وأن هناك أناس يعلمهم رب عز وجل بأنهم سوف يجن صعوبة كبيرة أنهم يصومون الدين أولا ثم بعد ذلك يقضون ست أيام من شوال قد تكون عينهم عسيرة، فربنا يسر. صيام ست من شوال هي فضيلة تختص بهذا الشهر وتفوت بفواته، لأن ست أيام من شوال خاصة بشوال فقط، إذا ذهب شوال ذهب فضلها. أما قضاء رمضان فربنا قال لنا 11 شهرا طول السنة، فعدة من أيام أخر. وعلى كل حال أيها الأحباب الكرام، هذه الطاعات والعبادات والقربات ليس لها موسم معين، فإن انقضى هذا الموسم عاد العبد المؤمن إلى 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 الموسم آخر للعبادة وليس للعصيان. فموسم الطاعات يستمر مع العبد في حياته كلها، لا ينقضي حتى يدخل العبد قبره. المؤمن لا يهمه ما يجري حوله، المهم عند المؤمن هو العبادة والطاعة والذكر للرحمن، يبقى في هذا الطريق، هذا هو طريقنا نسير إليه لا نحيد عنه حتى ندخل القبر. والمؤمنون كانوا يجتهدون في كل السنة، ليس في رمضان أو في شوال. قيل للولي صالح بشر الحافي، هذا كان من الصلحاء رحمه الله تعالى، قيل له إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان يتعبدون الله بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، وإذا انقضى رمضان تركوا ذلك. فقال بئس القوم، قوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها، الصالح رجل الصالح يتعبد ربه ويجتهد السنة كلها. وإذا كان هناك من فرحة وسرور رغم الظروف الصعبة ورغم الواقع المرير، رغم كل هذا نصنع فرحة. في شوال اعتاد المسلمون أيضا أنهم يعقدون عقد القران أو يقيمون بالخطبة، فتمهيدا لفصل الأعراس. بعد رمضان يكون هناك فصل الأعراس،
والخطوبة والأفراح والزواج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن خطوبة أو زواجا يتم في شوال. فقد جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني؟ فقال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها من شوال. فأمنا عائشة الفقيهة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول بأن شوال هذا بعد أن نقضي 6 أيام من شوال مناسبة لمن أراد أن يخطب الخطبة للزواج، مناسبة لمن أراد أن يعقد عقد القران، مناسبة للأفراح والمسرات. لهذا أمنا عائشة تقول بأن من خطب أو عقد به أو بني به في شوال كان محظوظا، هناك الحظ السعيد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأمنا عائشة تقول: كان أحظى مني من من نساء رسول الله كانت أحظى مني عند رسول الله، يعني عند الحظ الكبير، لأن تقول بأن ذلك وقع في شهر مبارك هو شهر شوال، شهر الزواج. لهذا كانت أمنا عائشة محبوبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارة لمن أراد أن يقوم بالخطبة أو بالزواج. وربنا سبحانه وتعالى أمر بأن الإنسان إذا خطب المرأة فلينظر إليها ما يدعوه إلى الزواج منها، ثم بعد ذلك يسر لأهلها أنهم يمهدون الطريق ويسهلون الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصيام 6 أيام من شوال ويجعلها مقبولة عنده، لا سمعة ولا رياء. وبعدها إن شاء الله تعالى يوفق عزابنا وعازباتنا إلى الخطبة وإلى الزواج، عل الله تعالى تزول هذه الغمة عن الأمة، ويكون فصل الصيف سعيدا يكون فيه الأفراح وتكون فيه المسرات، وكل العازبين والعازبات يكونون متزوجين ومتزوجات في شوال أو بعد شوال. فاللهم بارك للجميع. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا لطيفا بعباده، تقبل من الجميع وفرج على الجميع. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.